فالواجب أن يستقبل الكعبة بجميع بدنه إن كان مشاهدا لها، فلو خرج منه عضو واحد بطلت الصلاة. يعني لو واحد وقف أمام الكعبة وذراعه اليمين أو اليسار خارج المبنى، مبنى الكعبة، بطلت الصلاة. ولذلك لو كانوا مثلا 10 أفراد أو 20 واحد يصلوا صف، لكن أكثر من كده مثلا يصلوا نصف دائرة، أكثر يصلوا إيه؟ دائرة كاملة حول الكعبة. ما ينفعش طبعا الصفوف تبقى إيه؟ من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى الجنوب، لأنه اللي يبقى اللي قابل الكعبة صلاته صحيحة، واللي قابل الهواء يبقى صلاته باطلة. يعني الكعبة دي، لأنه في ناس لا تفهم هذه المسألة من الحجاج والمعتمرين، تلقاه بيصلي لو خدنا منه خط من رجليه تلقاه بره الكعبة، تلقاه واقف بيصلي ومتجه بعيد عن الكعبة. ولذلك الآن الرخام الذي حول الكعبة مضبوط على الكعبة، بحيث إذا وقف على الرخام يوصله إلى إيه؟ الكعبة. لكن برضو بعض الناس ما يفهمش المسألة، فيدخل الحرم وزي ما بيصلي في مسجد البلد يصلي في الكعبة. يبقى يدخل كده الله أكبر، لكن ما ينظرش إليه، إلى عين الكعبة، وهذا صلاته باطلة باتفاق العلماء. النوع الثاني هو غير مشاهد للكعبة، غير مشاهد للكعبة، لا يستقبل جهة الكعبة، اللي هو خارج مكة، خارج مكة، يستقبل جهة الكعبة، إن كانت في المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب. لأن معنى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. ولذلك قال بعض أهل العلم الكعبة قبلة لمن في مكة أو في صحن الكعبة، ومن خارج المسجد مسجد الكعبة يبقى قبلته المسجد، ومن في خارج مكة قبلته مكة، يعني جهة الإيه؟ جهة مكة. هكذا قال بعض أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في آداب قضاء الحاجة في حديث البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني جهتها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة المنورة، فدل على أن من المدينة المنورة يصلي بين المشرق والمغرب، يعني يبقى الغرب على يمين والشرق على إيه؟ شمال، اللي يصلي إيه؟ هنا هناك في المسجد النبوي أو في المدينة عموما، يبقى الغرب على اليمين والشرق على الشمال. ورد في حديث ابن ماجه: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن ده لمين؟ لأهل المدينة وأهل الشام. كل من جهة المدينة يبقى قبلته بين المشرق والمغرب، لكن بالنسبة لمصر هنا
ما بين المشرق والجنوب، الجنوب الشرق، وهي تميل إلى الشرق أكثر من الجنوب، قبلة مصر يعني، قبلة مصر ما بين الشرق والجنوب، ما بين المشرق والمغرب، وليس بين المشرق والمغرب كالمدينة، وإنما بين الشرق والجنوب، هكذا قال أهل العلم. الشيخ قال: واستقبال القبلة بالجر عطف على بإسلام وصحتها، أي وصحة الصلاة بما ذكر من الإسلام والطهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة مع أمن من عدو أو سبع، وإلا لم يجب، ومع قدرة فلا يجب، مع عجز كمربوط أو مريض لا قدرة له على التحول، على التحول له، ولا يجد من يحوله فيصلي لغيره. طبعا بالنسبة للأمن، الأمن من العدو أو السبع، يعني لو واحد حارس لمكان والعدو خلفه والقبلة أمامه، فلو استقبل هجم عليه العدو، يبقى يصلي جهة العدو ويسقط الاستقبال، لأنه في قاعدة فقهية تقول إذا تعذر الأمر سقط، إذا تعذر الأمر سقط. وكذلك لو هو في فضاء، في صحراء، وفيه مثلا أسد أو حيوان مفترس، لو استكبره هجم عليه يصلي جهته، والله أولى بقبول العذر كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. ده بالنسبة لشرط الأمن. بالنسبة لشرط القدرة، هناك مثلا مريض نايم على سرير ولا يقدر أن يتحول جهة القبلة، نايم مثلا على ظهره مثلا من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب، ويتعذر عليه أن يستقبل القبلة ولا يجد من يحوله، يحول السرير أو يحول جسمه، يبقى في الحالة دي هياخد حكم المتيمم اللي هو ايه؟ اليائس من ما حد يحوله للقبلة يصلي أول الوقت. اليائس من ما حد يخش عليه ويحوله للقبلة يصلي أول الوقت. عارف من الظهر للمغرب ما حدش يجي. يبقى يصلي على الحالة التي هو عليها. حتى ولو عكسي، ولو عكس فاليائس أولا، والراجي أن حد يخش عليه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار، أن حد هيجيبه قبيل العصر بعشر دقائق، وبيؤخر الصلاة إلى إيه؟ قبيل العصر. زاده المصنف الشيخ عبد الدين الضلام على الشيخ خليل، هو الامن والقدره. بعدين الشيخ جاب مسائل كده يعني تخص اعاده الصلاه، من فتحصل
أن طهارة الحدث لا تتقيد بقيد في الناس للحدث اللي صلى من الوضوء يعيده أبدا. والعاجز تسقط عنه الصلاة. العاجز عن ايه؟ الماء والتيمم. يعني لا يستطيع الوضوء ولا التيمم. هو فاقد الايه؟ الطهورين. أما طهارة الخبث وإزالة النجاسة مقيدة بالذكر والقدرة ساقطا على العجز والنسيان. وأن ستر العورة يقيد بالقدرة فقط، لكن إن لم يجد صلى عريانا. فالناس يعيد أبدا هو نسي صلى عريانا على سبيل الفضل يعيد أبدا. فالناس يعيد أبدا. والعاجز عن ستر العورة قال يعيد في الوقت، يعني يصلي وإن وجد آخر الوقت ثوبا أعاد الصلاة، إن لم يجد لا أعاد. وأن الاستقبال، استقبال القبلة يقيد بالأمن والقدرة. دي المسائل اللي فيها إيه؟ الأمن والقدرة. لا على خائف من عدو ولا عاجز عن الاستقبال. فالخائف من العدو يسقط عنه الاستقبال، والعاجز كالمريض الذي لا يجد من يحوله يسقط عنه الاستقبال. وأما من لم يستقبل نسيانا لوجوبه في الوجوب، يعني واحد مثلا صلى نسيانا او جهلا، يعني واحد نسي جهة القبلة فصلى ثم عرف انه صلى جهة ايه؟ عكس القبلة مثلا شرقا او غربا او شمالا، يبقى يعيد الايه؟ يعيد الصلاة. الناسي استقبال القبلة يعيد الصلاة مطلقا لان صلاته ايه؟ باطلة. ثم قال: وهي القبلة عين الكعبة أي ذاتها لمن بمكة. ومن في حكمها، من في حكم مكة ممن يمكنه المسامدة، كمن في جبل أبي قبيس. يعني واحد ركب على جبل ويرى الكعبة، يبقى لازم جسمه يقابل الكعبة لأنه يمكنه المساندة، يعني يمكنه تحديد الجهة اللي هي عين الكعبة. فيستقبلها بجميع بدنه حتى لو خرج منه عضو لم تصح صلاته. ثم إن كان من كان بمكة إن كان بالحرم فظاهر، يعني داخل المسجد، فيصلون صفا إن كانوا قليلا، يعني أربعة خمسة عشرة، بحيث يستوعبوا جهة الكعبة. أو دائرة إن كان كثيرين، أو قوسا إن لم تكمل الدائرة. وإن لم يكن بالكعبة بالمسجد يعني، بل ببيته مثلا في الفندق مثلا، فعليه أن يصعد على سطح أو مكان مرتفع ثم ينظر الكعبة ويحرر قبلته جهته. ولا يكفي الاجتهاد مع القدرة
على اليقين. ومن ذلك القبيل مساجد مكة التي حولها كمسجد ذي طوى، يعني المساجد التي في مكة تعتبر ايه؟ يعني مضبوطة على الكعبة، مضبوطة على الكعبة. لكن تعيين الكعبة كما يقول السيد أحمد بن زيد رضي الله عنه، تعيين الكعبة لمن في الفندق مثلا أو البيت، يعني زي ما بيقول إيه، مستبعد، متعسر خالص، لأنه لا يمكن أحد أن ينظر من الفندق يرى إيه الكعبة، لكن هو يتكلم على يعني زمنه، يعني منذ إيه 250 سنة. فكانت بيوت مكة كلها يعني دور واحد، لو صعد فوق أي بيت يرى إيه؟ يرى الكعبة، فكان أمر إيه ميسور، أما الآن متعذر. فيكفي طبعا، يكفي الجهل الآن، يكفي. يبقى هنرجع لقول من قال: من كان داخل المسجد يصلي لعين الكعبة، من كان خارج المسجد في مكة قبلته المسجد، ومن كان خارج مكة قبلته ايه؟ مكة. وده الايه؟ الأيسر والأسهل على الناس. وجهتها أي الكعبة لغيره، أي غير من بمكة، يعني خارج مكة، سواء كان قريبا من مكة كأهل من أو المزدلفة أو عرفة، أو بعيدا كأهل الآفاق، كل ده حكم واحد. فيستقبل المصلي تلك الجهة، الجهة التي فيها إيه؟ الكعبة، المشرق، المغرب، الشمال، الجنوب. فيستقبل المصلي تلك الجهة اجتهادا، أي بالاجتهاد إن أمكن، الاجتهاد في معرفة الكعبة، بمعرفة الأدلة الدالة على الجهة كالفجر والشفق والشمس والقطب وغيره من الكواكب، وكذا الريح الشرقي أو الجنوبي أو الشمالي أو الغربي. دي اسمها إيه؟ أدلة، الأدلة التي تدل على جهة الكعبة. يعني من كان مثلا في فضاء أو في صحراء ويريد التحديد، أقوى حاجة طبعا الشمس، الشمس، لأن الشمس بتعرفك إذا كانت قبل الظهر يبقى عرفتنا جهة المشرق، إذا كان بعد الظهر يبقى عرفنا جهة المغرب. يبقى ما دام عرفنا جهة المشرق والمغرب يبقى نعرف جهة الشمال والجنوب. من أهل مصر بين المشرق والجنوب، مش بين المشرق والمغرب، لا، بين المشرق والجنوب. وفي طبعا نجم اسمه نجم القطب، نجم القطب ده ثابت مع مجموعة السرية، فيه نجم اسمه نجم القطب، طبعا الذين يعرفون النجوم، ففيه نجم ثابت. العلماء يقول النجم الثابت ده بالنسبة لأهل مصر، كل بلد لها طبعا لها وضع، فأهل مصر يجعلون هذا النجم وراء أذنه اليسرى ويسرى،
النجم السابع ده كمان يعني العلماء قالوا اقوى من دليل الشمس. القطب ده اقوى من لان هو نجم ثابت لا يتحرك. ولذلك يعني العلماء قالوا لكل بلد يعني في بعض البلاد يجعلونه خلف اذنه اليمنى وبعضهم خلف اذنه اليسرى وبعضهم في ظهره خلف ظهره وبعضهم في وجهه يعني على حسب ايه دوران البلاد حول ايه حول الكعبه. والشفق طبعا الشفق بيكون عند غياب الايه عند غياب الشمس الشفق الاحمر والشفق الاصفر برضه ده بيحدد جهة الغرب. احنا قلنا ما دام حددنا جهة الغرب والشرق يبقى سهل معرفة الايه؟ وكذا الريح الشرقي لأن الريح الشرقي جباله الريح الغربي والجنوبي الريح الجنوبي يبقى الجهة الايه؟ الشمالي جباله. كل ده يحدد معرفة ايه؟ الكعبة. ولا يجوز التقليد ان امكن الاجتهاد. يعني واحد يقول لك انا لقيت واحد بيصلي فصليت زيه. لا. طب ما ده ممكن يكون جاهل بالقبله. فانت قلدت جاهلا. ما دام انت تقدر تجتهد في معرفه القبله يبقى يجب عليك ايه؟ الاجتهاد. ولا يجوز التقليد مع امكان الاجتهاد. إلا يمكن الاجتهاد قلد قول العارف العدل. يعني دي عبادة. فإذا سأل يسأل عدلا عارفا ولا يسأل فاسقا ولا يسأل صبيا إنما يسأل رجلا عدلا عارفا. ولا يقلد أو ولا يقلد مجتهد وإن أعمى غيره من المجتهدين. يعني المجتهد لا يقلد مجتهدا وإنما المجتهد يجتهد كل واحد يجتهد. إنما مين اللي يقلد؟ العارف العارف بالقبلة. لكن واحد يقول له أنت مثلا بتصلي ليه هنا؟ والله أنا اجتهدت فهداني اجتهادي الى هذه الجهه، ما تقلدوش ربما يكون ايه؟ مخطئا. فالمجتهد لا يقلد مجتهدا. ولا يقلد مجتهد وان اعمى غيره من المجتهدين واولى غيرهم. فان خفيت عليه الادله سال عنها ليتعلم. اللي ما يعرفش يقول كيف استدل على الكعبه؟ يسال. فان دل على فاذا دل عليها او فاذا دل عليها اجتهد. اجتهد عن طريق الشمس او الريح الشمالي او الريح الجنوبي او النجوم. لان القران قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا دخل بلدا من البلاد إلا محرابا لمصر من الأمصار فإنه يقلد. طبعا الإنسان لما ينزل بلد من البلاد يبقى يقلد محاربها التي في المساجد. يعني مش محتاجة إلى إيه؟ إلى اجتهاد. لأن المحاريب التي في البلاد موضوعة بمعرفة أهل العلم بالجهاد. اللي هم أهل الإيه؟ الجغرافيا. العارفين الشرق فين والغرب فين والقبل فين. فإذا دخل بلدا من البلاد
التي يحل بها أهل العلم والمعرفة قلد محرابها من غير اجتهاد، وقلد وجوبا غيره أي غير المجتهد عدلا عارفا بالأدلة لا غير عدل ولا جاهل، يعني الذي ليس عنده أدلة ولا يعرفها يقلد العدل العارف، أو يقلد محرابا من المحاريب سواء كان محراب مصر أو غير مصر، يعني المحاريب اللي هي بتبقى على الطريق اسمها محاريب لكن غير مصر غير بلد، يعني المحاريب التي تكون على جانبي الطريق في السفر يقلدها. فإن تحير مجتهد لأن خفيت عليه الأدلة لغيب أو كان محبوسا أو نحو ذلك أو التبست عليه، مثلا الجو مغيب مش عارفين الشمس ولا شايفين شمس ولا نجوم، يبقى كده الشمال في الشرق من الغرب، وفي سكون في الرياح برضه مش عارفين الرياح جاي او مفيش ريح اصلا، او واحد محبوس في مكان يعني اول مره ينزلوا ما يعرفش اي من قبل لا يعرف، ماذا يصنع هذا اللي هو خفيت عليه الادله او المحبوس؟ بل تخير جهة من الجهات الأربعة وصلى إليها واكتفى بذلك، يبقى اللي ما يعرفش يجتهد ولا يجد من يسأله ولا من يقلده يبقى يختار جهة ويصلي وصلاته إيه؟ وصلاته صحيحة، وده اللي حدث يعني مع الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا في سفر في ليلة مظلمة، يعني الليلة بيبقى ظلام يبقى ما فيش استدلال على القبلة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياده يعني على جهته، طبعا الجو ظلام وحان وقت الصلاة كل واحد صلى على يعني الجهة التي هو عليها، واحد صلى على المشرق والثاني صلى على المغرب واحد صلى على الشمال واحد صلى على الجنوب، والله أعلم طبعا بالإيه بالصواب. فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فالصحابة لما تحيروا هنا لا يمكن الاجتهاد في ظلام الليل ما فيش أي دليل، يبقى خلاص كل واحد يصلي على الجهة التي هو عليها أو يختار جهة من الجهات ويصلي فيها. وفي قول ثاني يقول إنه يصلي على الأربع جهات
يصلي جهة الشرق والغرب والشمال والجنوب، لكن ده تكليف طبعا صعب. إنما هو الراجح كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، إنهم إيه؟ يصلي كل واحد على حياله. قال: وبطلت صلاة بعد الشيخ ما قال يعني اجتهد إن أمكن الاجتهاد وإيه وإلا قلت.